السلام عليكم ورحمه الله. عبد الله حلي النهدي. نبارك حكومه وسحب الامارات بمناسبه العيد الوطني، ونجدد العهد والولاء لرئيس الدوله سمو الشيخ محمد بن زايد. وعندنا مشاركه زامل وقصيده الشاعر ابو علوس يحيى النهدي، يقول فيها: الله يعود العيد الى الامارات، والله يديم فرحنا والمسره، والله يحفظ شعبها والقيادات اللي سمو باعلامها للمجره، والله يجملنا مع اهل الجمالات، والله العدو يكفانا الله شره، فظل ابو خالد رجل المهمات، شيخ الوطن بقلوبنا له مقره، رجل السلام ولكن الحرب لا جات، لصوله وجوله بكره وكره، فداه من عداه وخصب الذات، كل من نواه بشر ولا مضره، قال مثل مخلف رجال ما مات، حيوا ليذكروه لله دره، جعله في الفردوس يا الملذات، ما يشتكي من برد وقته وحره، هذه قبيلة نهد التهنئة جات، والله يديم افراحنا والمسره. سلامتكم.